تزامنت الاحتجاجات مع دعوى أقامتها منظمات لحقوق الإنسان أمام المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن في القانون الجديد الذي يقضي أيضا بإمكان الحبس لمدة عام في سجن عادي لأي مهاجر جديد يلقى القبض عليه أثناء دخوله البلاد بطريقة غير مشروعة. ويحل القانون محل قانون سابق ألغته المحكمة في سبتمبر أيلول، وكان يتيح احتجاز المهاجرين 3 أعوام كحد أقصى دون تهمة. القانون القديم كان دخل حيز التنفيذ في يونيو حزيران عام 2012، وبموجبه سجنت السلطات الإسرائيلية حوالي 2000 مهاجر أفريقي من الذين دخلوا البلاد منذ ذلك التاريخ. وصفت المحكمة العليا آنذاك القانون في قرارها بأنه ينتهك حقوق المهاجرين في الكرامة والحرية. وكان مركز الاحتجاز في جنوب إسرائيل افتتح الأسبوع الماضي بعد موافقة الكنيسة على قانون يتيح احتجاز المهاجرين لأجل غير محدد في المركز انتظارا للبت في طلباتهم للجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو عودتهم الطوعية إلى بلدانهم. ويضم المركز زهاء 400 مهاجر نقلوا إليه من مركز احتجاز آخر، وتسمح إدارة المركز للمحتجزين بمغادرته نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل. وقد أذكى القانون الجديد بشأن اعتقال العمالة غير الشرعية الاحتجاجات في أوساط المهاجرين الأفارقة، كما قوض الآمال بشأن وقف حملات التصدي الأخيرة التي تمارسها الحكومة ضد المهاجرين. وقال المهاجرون وبعضهم يعمل في إسرائيل لسنوات في أعمال يتقاضون عنها أدنى الأجور، قالوا إنهم جميعا من اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد والصراعات الدائرة في إريتريا والسودان. بدورها تعتبر إسرائيل معظم المهاجرين الأفارقة والذين يربو عددهم على 50,000 شخص عبروا حدودها سيرا على الأقدام منذ عام 2006، تعتبرهم يسعون للحصول على فرص عمل بطريقة غير مشروعة ويمثلون عبئا على مناطقها ذات الدخل المنخفض، وتسعى لإقناع معظمهم بالرحيل. سعد الدوسري، BBC.